اليوم هل هناك أي بوادر؟ العلاقة مع المملكة العربية السعودية حاليا كما سمعنا من المملكة من مسؤولين في المملكة بأنه لم تعد تكفيها فقط استقالة الوزير إرداحي، وفي كلام عن أنه الوزير إرداحي ليس سيد قراره. ليس سيد قراره من الوزير إرداحي؟ نعم. تقول لك شغلة، قبل كل شيء قضية العلاقة مع السعودية متوترة وفاترة قبل قضية جورج إرداحي بكثير. نعم. وهي تعود إلى أسر الرئيس سعد الحريري بكل صراحة، خلينا نكون واضحين. ومقدمة لهذا الكلام، ما في حدا منا إلا ما بيريد يكون على أطيب العلاقة مع المملكة العربية السعودية. نعم. بس كمان المملكة العربية السعودية يا سيد جوزيفين بدأ تاخدنا بحلمة شوي. نحن ما خلينا مناسبة إلا أبدينا حسن نية لهذه العلاقة. برجع لك قصة الأسر، أسر الرئيس سعد الحريري، يوم اللي تم أسر الرئيس سعد الحريري. أيهما أقصى، تصريح إعلامي أم أسر رئيس حكومة وإزلاله وإجباره على الاستقالة؟ أيهما أقصى؟ أنا بالنسبة لي طبعا أسر رئيس حكومة. يومتها ياسر جوزيفين نحن لا استدعينا سفير ولا كحشنا سفير، صرنا نعمل اتصالات ومشاورات وزيارات، خصوصا الآن فيها الرئيس عون والوزير جبران باسيل لاسترداد الرئيس سعد الحريري. ما أمنا الدنيا وحطيناه على المملكة العربية السعودية. لازم تخدنا بحلمة وتتذكر المملكة العربية السعودية، ونحن ما حبينا نوصل إلى هذا المنحة التصعيد يومها، وإحنا عنا أسر رئيس حكومة يا سيد جوزيفي. ما شغلي هيك يعني. ما عملنا هالشيء، هذا دليل على رغبتنا وتمسكنا بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية. بقصة الكبتاجون كمان، قصة الكبتاجون دعي على عجل مجلس الأعلى للدفاع مشان يتم البحث بقضية الكبتاجون، كمان دلالة على العلاقة مع المملكة العربية السعودية. نعم. المملكة العربية السعودية مثل ما قلنا قضيتها ما لها علاقة مباشرة بقضية الوزير إرداحي. هي قبل هيك طالبة منا شيء يستحيل، أنا بعتبره تعجيزي، هو التخلص من حزب الله يا سيد جوزيفين. التخلص من حزب الله، وإذا سمعناه أكثر من مرة هلأ بيقولوا أنه وزير الخارجية حكي من يومين ثلاثة السعودية. لا، أنا برجع على 4-5 أشهر حكي الوزير السعودي بيقول فيها أنه نحن لن نعطي، وزير الخارجية السعودي، لن نعطي فلسا للبنان ما لم يقم بالإصلاحات اللازمة وما لم يجري، أنا متذكر الكلمة ست جوزيفين، نبز، حط لك شحطتين، حزب الله. يعني نحن المطلوب منا التخلص، أو بصراحة بعبارة واضحة أكثر، اقتلي حزب الله. وده مطلب تعجيزي بالنسبة لنا. نحن كيف بدنا نتخلص؟ لا، هو مطلب تعجيزي طبعا، لأنه حزب الله أنه يعني هو من نسيج اللبناني. بس المسألة أكثر، لا مش اقتلاع حزب الله بقدر ما إذا بدك انسحاب حزب الله من الإقليم، يعني من اليمن. هم يعتبرون، المملكة تعتبر أنه لحزب الله دور في اليمن، دور في العراق، انه حزب الله موجود، يعني اصبح قوه اقليميه وليس قوه لبنانيه. طيب عظيم، الحكومه اللبنانيه وهذا ما تطلبه المملكه، الدوله اللبنانيه حكومه وسلطه وكذا، لها علاقه بذهاب حزب الله الى اليمن؟ اذا في حال هلا هون المشكله انه حزب الله نحن ما لنا علاقه كثير باليمن. هو قال هيك، بس هلا المساله اللي طرحتها حضرتك استاذ ابراهيم هي المشكله، انه هل الحكومه اللبنانيه لها علاقه اذا حزب الله بروح ولا لا؟ هي المشكله، انه لا، انه الحكومه اللبنانيه ما بتقدر تتعاطى مع حزب الله لتقول له اذا بيروح، يعني قرار، يعني هو اصبح قوه اكبر من القوه اللبنانيه. هاي المشكله. هلا هو ما في شك انه هو يعني مؤثر، مش بس في الداخل، مؤثر اقليمي ايضا. يعني امبارحه كانت عندكم نائبه رئيس الحكومه
السيدة زينة عكر كان كلامها كتير موزون بتحكي فيها أنه حزب الله صار قضية مش قضية محلية، قضية إقليمية، وهذه بدها شغلة أكبر منها كلها. يتم مزبوط ولا لا؟ هون عندكم امبارحة مع الزميل جورج صليبي يعني وأنا بوافق الرأي تماما بهذا الموضوع. قصة جزء إذا حزب الله مش نحن بدنا نعالجها، هذه قصة أكبر منها كلها يتم مع الشغلة كلها يتصور. لا أقصد أنه هذه هي الإشكالية، يعني في البعض، طيب البعض يقول بأنه أنه لا قدرة للبنانيين على معالجة تعاظم قوة حزب الله لأنه أصار أنه قوة إقليمية، بالوقت يعني المملكة العربية السعودية اليوم تقول بأنه على لبنان معالجة هذه القوة، على لبنان، على القوى السياسية، على الحكومة اللبنانية الشرعية احتواء هذه القوة. كيف بدنا نعالج؟ عم لك هذا موضوع تعجيزي بكل صراحة، أكبر منا بكثير، وهي بتعرف المملكة إنه هذا أكبر منا بكثير، وهي بتعرف المملكة تماما إنه أكبر منا بكثير يلي هني أمريكا وإسرائيل بالحرب 2006 ما قدروا اقتلعوا حزب الله. ونحن طبعا لا رغبة لدينا في ذلك لأنه مكون أساسي حزب الله في عنده، بس في جزء يعني كبير من اللبنانيين اليوم لديه الرغبة مش في اقتلاع، في عودة كل القوى السياسية اللبنانية إلى تحت جناح الدولة اللبنانية. مش اقتلاع أحد، ولكن إذا بدك يعني إعادة تموضع القوى السياسية اللبنانية مثل ما هو لازم يكون، أنه تحت السلطة الدولة ومؤسسات وجيش لبناني. لا نحن طبعا كلنا بنتمنى أن يكون كل شيء تحت كنف الدولة وتحت رعاية الدولة وتحت سلطة الدولة، ولكن كمان بنفس الوقت يعني نحن ما عم بحكيك رأيي أنا الشخصي، يعني أنا ما بشوف يعني أنه حزب الله في الداخل اللبناني، عم بحكي أنا مش على صعيد محاربة إسرائيل والإرهاب، وهو في الداخل اللبناني ما بشوفه خارج سلطة الدولة. أنا والدليل على ذلك أنه هو داخل الحكومة، يعني داخل المنظومة السياسية، يعني أنا ما بشوفه خارج سلطة الحكومة، يعني كيف تصف في الداخل على الصعيد السياسي؟ نعم. كيف تصف إذن رغبة حزب الله باقتلاع القاضي طارق البيطار؟ كيف تصف اقتلاع رغبة حزب الله؟ أول شيء هو ما قال اقتلاع، قال إبدال. معلش خليني كون بس دقيق معك لأنه رجعت إلى البيان وكنت قبل ما ما قال اقتلاع، بس هي الكلمة اللي بلشت اللي صارت تستخدم أنه بدنا نقبعه، أنه تيمنا بالتهديد. نعم. إبدال، هذا بالنسبة للتيمن التهديد اللي عم تحكي عنه حضرتك. نعم. ولكن هن كحزب الله بيقولوا إبدال، والدليل ما جرى تقديمه في مجلس الوزراء الأخير مداخلته. كيف تصف ما حصل في مجلس الوزراء وتعطيل مجلس الوزراء وعدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء وطلب حزب الله مثل ما بدك بإبدال؟ طيب مش بس حزب الله، أنت هون عم توقفي بس عند حزب الله، مين كمان؟ الثنائي الشيعي مش هيك داخلي؟ الرئيس بري ما سمعنا له موقف هالقد متقدم، الرئيس بري إنه ما سمعنا له هالقد متقدم موقف متقدم من القاضي. لما بيحكي الثنائي الشيعي بالعكس، لا بل كان في كأنه مثل عتب من حزب الله على الرئيس بري انه هالقد يعني بقي اذا بدك ناقي بنفسه يعني. طب وقت بقول لك انا انه الرئيس بري بده يحل قضيه هيدي عوده الحكومه عبر القانون والدستور، شو معناتها؟ وهذا مش معناتها موافق على الشيء هذا؟ لا، اللي عم تقول حضرتك يعني هو دليل اضافي اذا بدك يكرس الاختلاف بين حركه امل، بين الرئيس بري وحزب الله على كيفيه معالجه هذه الازمه. انا بعتقد ما في اختلاف، انا بعتقد ما في اختلاف، وبعدين معهم كمان تيار المردي، لانه تيار المردي اول من عملت المظاهره تبعيت دغري اعلن سرب الى الصحافه انه هو لن يقاطع جلسه مجلس الوزراء وهو لن ليس مشاركا في التظاهره. مع التظاهره اوكي، بس انا عم بحكي بمجلس الوزراء طبعا كمان متضرر من القاضي بيطار، تيار المردي متضرر من القاضي بيطار. مش نعم نعرف موقفه، بنعرف موقفه، بس اقصد انه عند المشكل لما صار المشكل نتذكر كلنا سارع تيار المردي الى تسريب للصحفيين انه ما مش وقت قلنا انه سيقاطعون انه هو غير معني لا بالمقاطعه ولا بالتظاهره اللي بدها تصير على الطيونه يعني. بس انا معلوماتي غير هيك. أوكي. معلوماتي انه هو متضامن مع الثنائي الشيعي في هذه القضيه لانه هذه القضيه تعنيه شخصيا.